نبقى في شهر رمضان المبارك، فرغم ما يضيفه رمضان من سكينة ورضا على النفس على اعتبار أنه شهر التوبة والمغفرة، فإن هناك ظاهرة تسود بشكل كبير وهي العصبية الزائدة بالإضافة إلى المزاج السيء. بعض الناس يرجح الأسباب للصوم، فهل فعلا يسبب الصوم المزاج السيء؟ نتابع هذا التقرير. شهر رمضان بروحانياته العالية التي تملأ ساعات الصوم، شهر تهدئة النفوس ومحاولة الابتعاد عن الانفعال، لكن عند بعض الصائمين يكون عكس ذلك، فتزداد عصبيتهم ويصبح مزاجهم سيئا، وتزيد الانفعالات التي قد تتطور لشجر لأقل الأسباب، وهو ما يرجحه الغالبية للصيام، السبب الذي يكون في معظم الأحيان بعيدا عن الحقيقة ومخالفا للصواب. يرى البعض أن الاعتياد على ممارسة بعض العادات خارج أيام رمضان كالإفراط في شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة والتدخين عادات خاطئة نمارسها هي السبب خلف العصبية وتعكر المزاج عند البعض. أما يجي واحد بيقول لك الدخان، طب ما أنت بتقعد من قبل أذان الفجر لآخر النهار ما بتدخنش، معناته أنت بتقدر تبطل الدخان وقادر تبطل الدخان، معناته الدخان مش حاجة لك، لكن أنت قاعد يعني بتبرر أنك بدك دخان، بدك قهوة، بدك كذا، هذا كلام يعني أنا أعتقد أنه ما إلوش أصل من الصحة، ولكن هي هاجس أو عامل نفسي بتولد عند الإنسان أنه بحاجة للسيجارة، بحاجة لفنجان القهوة، بيخلق عنده هذه الحالة من الفزع. يعني اللي بيقول لك ما بيعصب رمضان بيعصب من أتفه الأسباب، وخاصة هون في وسط البلد أزمات وسير وزمامير وافتح طريق وبعد ومش عارف إيش. ما في داعي للعصبية برمضان، رمضان رحمة، بركة، طهارة، إيمان، لازم الإنسان يتحلى بالأخلاق الحميدة، أصلاً شهر رمضان فضيل. أسباب عديدة بينتها دراسات رجحت أن تكون ساعات النوم القليلة في الشهر هي سبب رئيسي للمزاج السيء والعصبية أثناء النهار، حيث يتغير موعد نوم الصائم ويقل بسبب السهر. أصبح من الواضح أن سبب العصبية في رمضان هي عاداتنا المتبعة خارج أيام الصيام، فشهر رمضان وما يحمله من طمأنينة وسكينة يحفز إرادتنا لتغيير عاداتنا السيئة، فبدلا من العصبية هناك الابتسامة، وبدلا من المزاج السيء هناك التواصل واللطف. مجد القصير، المملكة، عمان. معنا أخصائية الطب النفسي الدكتورة نسرين الدباس، الحديث حول هذا الموضوع. يسعد صباحك وأهلاً وسهلاً بك معنا في صباح المملكة، وكل عام وأنتي بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. دكتورة، إحنا بنعصب برمضان زيادة، شوف الناس معصبة بالشوارع، ليش؟ هلا في كتير أسباب ليش إحنا بنعصب بالذات برمضان، وبتظهر فعلياً هاي العصبية أكتر إشي أو بتكون بارزة أكتر خلال أول فترة، أول 10 أيام. السبب هو انه احنا يعني الاشخاص متعودين بنكون قبل رمضان انه نضل نشرب القهوه، التدخين بيكون على مدار الساعه، ففجاه اعلى معدلاته بيكون بالضبط، ففجاه بننحرم منهم. فهاي المواد تحديدا اذا انحرمنا منها بدها تظهر الاعراض، بدنا نحكي الانسحابيه، التقلب، المزاج السيء، سهولة الاستفزاز، الانفعال الزائد عن حده، واللي هي العصبية اللي احنا بنشوفها برمضان. فعليا لما يكونوا هدول يتجمعوا 50-60 ألف واحد بنفس المكان بنفس الشارع، اتوقع انه يصير مشاكل. طب دكتور، لو حكينا نفسيا عن هذا الموضوع، انا كواحد صايم وجوعان وبدي ادخن وبدي اشرب قهوة ومش قادر، كيف ممكن اعالج هذا الموضوع؟ هلا في طرق تتعامل مع هذا الموضوع، بتقدر تبلش قبل رمضان. كيف؟ يعني انت مثلا تبلش قبل بشهر تخفف تدريجي القهوه او الشاي او الكافيين، المواد المنشطه اللي بتشربها، حتى التدخين بامكانك تخفف تدريجي عشان لما يوصل رمضان اذا صار في انقطاع ما يصير هالجاب السريع بين اللي كنت بتاخذه خلال النهار قبل رمضان وخلال رمضان. هلا في اشياء ثانيه ممكن نعملها خلال رمضان. هي لانه الناس معظم الناس ما راح تخفف قبل، بالعكس بتحسيه بيحوش قبل رمضان، خصوصا مثلا قبل السحور بياخذ اكبر كميه من الكافيين واكبر كميه من النيكوتين، صح، مشان انه لسه قدامي صيام طويل. صح، فجوا الصيام ايش ممكن اعمل؟ هلا هاي من الاشياء الكويسه تنعمل، انه مثلا وقت السحور يشرب مثلا فنجان قهوه او ياخذ كميه الكافيين على أساس تمنع الأعراض الانسحابية ممكن تصيبه خلال النهار، الصداع، التعب، الإرهاق، بس مش أكتر من هيك، هيك يفترض. هلأ اللي ممكن تعمله أنت خلال ساعات النهار،
مبدئيا يعني بدنا نخلي في بالنا انه هذا هو يفترض شهر عباده، الواحد يشعر بالسلام الداخلي، يحاول يعني اقلم حاله على الهدوء، فيضل يذكر حاله بهذا الشيء كل ما حس حاله بده يعصب، بده يعني ينفعل او يحكي شيء هو ما بده يحكي. من الاشياء اللي ممكن يعملها ممكن يعمل تمارين التنفس، التنفس العميق اللي هي البريذنج اكسرسايزز. هاي بالذات اذا مثلا حس حاله كثير عنده اشتياق او بحاجه للدخان، اذا كثير متوتر معصب، بامكانه يجرب هاي التمارين حتى انه يقدر يهدي شوي. بيقدر الواحد يعمل سيرتش على يوتيوب تمارين التنفس العميق طبعا وتطلع له وتكون موجوده. بنشوف برضه دكتوره بالافلام بالمسلسلات الكيس، تنفس كيس وبتتنفس من كيس، هاي ايش؟ لا هاي لشيء ثاني، هاي للهايبر فنتيليشن، هاي للاشخاص اللي تنفسهم بيكون خطا خلال مثلا نوبات الهلع. فهون احنا بنحكي لهم انه لا خذ نفس جوا الكيس وانفخ على اساس انه ما يصير تراكم للسي او 2 جوا الجسم. فهذا شيء مختلف. والله في ناس ممكن يصيبها برضه هلع لانه بدها تدخن سيجاره. هلا ممكن في اشياء ثانيه طبعا مربوطه بالعصبيه خلال شهر رمضان. اذا بدنا يعني نكمل على موضوع المواد اللي احنا بنحتاجها جوا جسمنا، يعني قله نسبه الجلوكوز في الدم هاي برضه ممكن تكون من الاسباب انه تزيد العصبيه او الانفعال. مثلها كمان اللي هي المي، المي ماده احنا يعني بحاجتها 70% من جسمنا مكون من ماء. يعني دكتورة هيك كملخص سريع، احنا بنقدر نتفق انه فعليا انت معرض لانه انت تعصب، لانه انت بحاجة مواد سواء كانت منيحة او مش منيحة بغض النظر، انت بحاجة مواد، بدك تحاول تتعامل مع الموضوع نفسيا بانك تروب شوي، نفسيا وجسديا وحتى اجتماعيا. كيف يعني نفسيا؟ زي ما حكينا انه يهدي، يحاول ياخذ التنفس العميق، يركز مثلا على العبادة، قراءة قرآن، الأشياء اللي يركز هو على معاني رمضان. بالضبط. حتى جسديا مثلا بحتاج الشخص انه يشرب كميته من الماء خلال فترة ما بين الفطار والسحور، فهي من الأشياء اللي لازم يعملها. الأكل يحاول ما تكون من الأشياء اللي بترفع فجأة السكر وبيرجع بهبط مرة واحدة بالجسم، فهي من الأشياء الجسدية اللي ممكن يعملها. هلا اجتماعيا احنا بنلاحظ بجوز برمضان فجأة بتصير الأزمة وال يعني الانفعال بالشارع، بتصير لخبطة. يعني هي فعليا وهي كله بيلعب دور. بس بنرجع بنحكي بانه انت مضطر تتعامل مع هاي الامور نفسيا لانه ما عندكش لا دخان ولا قهوة جوا النهار، فانت بدك تحاول تهدى، تتذكر شهر رمضان المبارك. وأنا فعليا بدي أشكرك على الطاقة اللي أعطيتنا إياها الصبح، طاقة إيجابية بأنه لا إحنا ممكن نعدي الشهر على خير بس نحاول نروق من جوا. بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم، أخصائية الطب النفسي الدكتورة نسرين دباس، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.